السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تبارك الله على سيدي عبد الحميد. محمدي طيب من مواليد مدينة القصر الكبير 1955، تربية ودراجة وحياة تابعت الدراسة في المدينة بثانويتها ومنها خارج المدينة أيضا، اشتغلت بالتعليم وأحلت على التقاعد في 2016. بطبيعة الحال اهتمامي بالشعر هو اهتمام قديم جديد، لازلت أمارسه بلهفة تارة بشوق تارة أخرى وكموهبة، يعني الإنسان يمكن أن يجد فيه بعض المتاهات من الوقت وبعض المتاهات من الحياة. بطبيعة الحال أعتقد أن الأمسية اليوم هي أمسية أوصلت رسالة إلى المجتمع القصري ومن خلاله إلى كل المجتمعات التي تهتم بالثقافة والشعر، بأن المركز العامل على تهيئة هذا النشاط والمركز الثقافي بمدينة القصر الكبير تحت رئاسة مديرته الأستاذة بشرى الأشهب. أبسط ما يمكن أن نقول عن ذلك أنه كان عملاً يوصل الإنسان إلى معرفة الآخر وإلى التعرف على إبداعات مثقفيه. أرجو للفكرة أن تستمر، وأرجو من الجمعيات الصاهرة على ذلك أن يكون النجاح حليفها في كل عمل تقوم به، وشكرا. الذهبي خليها هذه.